إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا صلى الله عليه وعلى آله وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. القاتل البطيء، هذا هو عنوان حديثي إليكم اليوم. ورغم أنه يخص بطريقة مباشرة شريحة معينة إلا أننا جميعا معنيون به، إذ لا تكاد تخلو أسرة من أسرنا ممن ابتلي بهذا القاتل. وحتى لا نطيل المقدمة فتتشوق أكثر إلى معرفته، سيكون كلامي مختصرا في العناصر الثلاثة الآتية. أولا، من هو القاتل البطيء؟ ثانيا، أدلة تحريم القاتل البطيء. وأخيراً، اعزم وعاهد ربك وأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لكل خير ويباعد بيننا وبين الشر، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أولاً، من هو القاتل البطيء؟ أحبتي في الله، القاتل البطيء هو الداء الذي يسري في أجسام الغافلين ويتسبب في وفاة كثير منهم. القاتل البطيء هو الخطيئة التي يجاهر بها جمع من المصلين وعدد من الحجاج والمعتمرين والمتصدقين، رغم أنهم يقرؤون ويسمعون قول نبيهم الكريم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم: كل أمتي معافى إلا المجاهدين. القاتل البطيء هو التدخين، القاتل البطيء هو التدخين الذي ابتلي به عدد من المسلمين. فتعالوا بنا أيها الكرام لنعرج سريعا على هذا الداء القاتل الذي يتساهل فيه عدد معتبر من أهل الإسلام. ما لك أيها المدخن تناقض نفسك بنفسك فتزعم من جهة أن التدخين دليل على رجولتك، ولكن رجولتك المزعومة سرعان ما تنهار إذا طلب منك الإقلاع عن التدخين، ولذلك تقول: نشأت عليه في الصغر
وشدت عليه في ارتضى، والفكاك عنه مستحيل أو متعسر. وليس الأمر كذلك والله، ولو قرأت سير الصحابة الكرام الفضلاء لعلمت أن القضية وما فيها تتعلق بالإيمان والهمة العالية والعزيمة الكبيرة. فالكثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كانوا يشربون الخمور كما يشرب جمهورنا في هذا الزمان العصائر، ولكن لما نزلت الآية الكريمة المحرمة للخمر سارع الصحابة الكرام إلى الآنية التي تجمع الخمور فأراقوها في سكك المدينة، وقالوا انتهينا ربنا انتهينا، لأن الله عز وجل قال فهللتم منتهون. شعارهم المعلن آنذاك سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. دعني أيها المدخن أصارحك وأقول لك إنك تعصي ربك، إنك تعصي ربك وتظلم نفسك حين تظن أن التدخين علامة على رجولتك، أو تظن أن التدخين يفرج عنك الغموم والهموم وينسيك المصائب والأحزان والآلام. فمتى كانت المعاصي سبيلا إلى الراحة النفسية؟ متى كانت الذنوب طريقا إلى الأنس والسكينة؟ وربنا جل وعلا يبين لنا في كتابه العزيز أن سبيل الراحة النفسية والطمأنينة القلبية في الإيمان والعمل الصالح. قال تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فيا أيها الفاضل اتق الله جل وعلا واحذر القاتل البطيء، وأرجو أن تنتبه إلى خطورته. وأنا أعلم أيها الكرام أن الكثير من الناس يعلمون أن التدخين محرم، ومع هذا أعرج على أدلة تحريمه إقامة للحجة وإبراء للذمة وتذكيرا للغافل وتنبيها للناس وتعليما للجاهل. فأقول ثانيا أدلة تحريم القاتل البطيء. أيها المدخن المبتلى أعرني قلبك وسمعك وعلمني أدلة تحريم التدخين، فإنها كافية لمن ألقى السمع واعتبر وعرف الحق وادكر. الدليل الأول قول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، واسأل من شئت من العقلاء وقل لهم أين تصنف التدخين يا عبد الله؟ هل هو في جملة الطيبات أم في جملة الخبائث؟ فالآية القرآنية الكريمة تدل دلالة واضحة على حلية الطيبات وتحريم الخبائث، وكل منصف عاقل يقول التدخين بلا شك من الخبائث، فالتدخين محرم بدليل الآية ويحرم عليهم الخبائث. وانظر إلى حال المسلمين اليوم، يمر أحدهم بقطعة خبز فإذا به يمسكها ويضعها جانبا أو على حافة الرصيف، ولكن إذا مر بعود سيجارة داسه برجله، وربما وجد السيجارة متعمدا فتعمد إطفاءها بقدمه لأنه يعتقد أنها خبيثة من الخبائث، ولو كانت من الطيبات لما داسها برجله. الدليل الثاني بإيجاب
إيجاز. قول الله تبارك وتعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فالله جل وعلا ينهى عن قتل النفس، والنهي يقتضي التحريم. ففي الآية دليل واضح على تحريم تعاطي ما يقتل النفوس البشرية. وقد اتفقت كلمة الأطباء على أن التدخين مضر بالصحة ومتسبب في الوفاة. واسألوا إن شئتم الأطباء عن الأمراض والسرطانات التي يتسبب فيها التدخين، فعندهم الخبر اليقين. إحصاءات مرعبة والله. يموت الملايين في العالم، في العالم كله يموت الملايين في كل سنة بسبب التدخين. ونسبة معتبرة من القتلى قبل التدخين أو من الموتى السبب المباشر في هلاكهم وموتهم أمراض سببها المباشر هو التدخين، كسرطان الحنجرة وسرطان الرئة وسائر الأمراض. نسأل الله أن يعافينا جميعا منها. فيا أيها العقلاء، التدخين مضر بالصحة وسبب مباشر في موت الإنسان، ونحن نوقن بأن الموت بقضاء الله وقدره. ومن لم يمت بالسيف مات بغيره، تعددت الأسباب والموت واحد. ولكن لا يجوز لأحد أن يتسبب في قتل نفسه، والمدخن يتسبب بطريقة مباشرة في قتل نفسه. ولذلك حكم العلماء بتحريم التدخين، واستدلوا بقول رب العالمين: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وبقول ربنا جل وعلا: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. الدليل الثالث ما ورد عن غير واحد من الصحابة كابن عباس وعبادة بن الصامت وغيرهما رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. ومن المعلوم أن التدخين لا نفع فيه، بل هو ضرر محض. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم يدل على تحريم الإضرار بالنفس وبالغير. فالمسلم المدخن يلحق الضرر بنفسه وبغيره، يضر نفسه لأنه يتلف ماله، لأنه يحرق أحشاءه، لأنه يضر جسده ويضر غيره، لأنهم ربما يستنشقون الهواء الملوث بتلك المادة المسمومة القاتلة، مادة النيكوتين. فهذا يضر بنفسه وبالآخرين فيحرم عليه ذلك. والدليل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. الدليل الرابع بالإيجاز ما رواه الترمذي من حديث أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أسلم، وعن علمه فيما عن فيما فعل، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه. أسمعتم أيها الكرام؟ قدما الإنسان لا تزول يوم القيامة حتى يسأل عن المذكورات، ومنها وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. المال نعمة من نعم الله عز وجل عليه، وهو من بهجة الدنيا وزينتها، كما قال تعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. ولكن طائفة من الناس تشتري وفاتها بمالها وتقتل نفسها بأيديها. فماذا عساك تقول لربك جل وعلا حينما تستوقف يوم القيامة وتسأل عن الصغير والكبير، عن النقير والقطمير، ويقال لك: فيما أنفقت آلاف الدنانير
المتدخنين يعلمون أن التدخين حرام ويعرفون أضراره، ولذلك لا يحتاجون إلى فتوى أخرى بقدر ما يحتاجون إلى تقوى وموعظة وذكرى وقرارات جازمة حاسمة. وها أنا ذا أعينهم في ذلك من خلال عنصرنا الثالث والأخير، ولكن بعد جلسة الاستراحة أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اقتفى، وبعد. فعنصرنا الثالث والأخير أيها الكرام، اعزم وعاهد ربك. أيها الفضلاء، الداء البطيء أو القاتل البطيء هو الذي يخفيه جمع من المصلين في أحذيتهم إذا دخلوا إلى المساجد لئلا يؤدوا الصلاة وهم يحملون السيجارة الدافئة. الداء القاتل البطيء هو الذي يمتنع جمع من أهل الإسلام عن تناوله أمام آبائهم وسائر من يحترمونهم، فيقال لهذا الصنف من الناس: طالما أنك تخجل إذا سجدت لربك في المسجد فسقطت علبة السجائر منك على الأرض تخجل أن يراها الناس، وطالما أنك تخجل من التدخين أمام أبيك وإمام مسجدك وسائر من تحترم، فأنت تعلم أن التدخين إثم وحرام، فأقلع عنه وتذكر حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. أيها المدخن المبتلى، والله إني لأحب لك الخير، فلا تكن صاحب نفس ضعيفة وهمة منكسرة تنهزم أمام أعواد السجائر، ولا تقل: أنا لا أستطيع الفكاك عن التدخين. لا تقل هذا الكلام وقد جربت نفسك بنفسك في شهر رمضان وكنت تمتنع عن التدخين لمدة تقارب 16 ساعة أو أكثر طاعة لله جل وعلا، فأنى لك تلك الإرادة القوية والعزيمة العالية. أيها المدخن المبتلى، إني لك ناصح وعليك مشفع. التدخين محرم وهو قاتل بطيء، وإني أخاطبك من على هذا المنبر الشريف في هذا الجمع المبارك، في هذا المسجد المبارك، في هذه الساعة الكريمة، في هذا اليوم المبارك يوم الجمعة، وأقول لك: أقلع عن التدخين واعزم على تركه، وعاهد ربك الآن قبل فوات الأوان. فإذا خرجت من المسجد فأحلق سجائرك قبل أن تحرق أحشاءك وتتلف أموالك وتجعلك تندم في الدنيا والآخرة، سارع إلى إحراقها وأعلنها صريحة مدوية مججلة: تركت التدخين طاعة لله جل وعلا ولن أعود إليه بإذن الله عز وجل. وتذكر ما رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. فيا أيها المبتلى بالتدخين، استعن بالله. وها أنا ذا
وأرشدك إلى بعض الوسائل التي تعينك على الإقلاع عن التدخين. الوسيلة الأولى الاستعانة بالله جل وعلا والتضرع إليه وسؤاله جل وعلا. سل ربك في أوقات الإجابة ومواضعها. إذا وضعت جبينك وأنفك على الأرض ساجدا لله جل وعلا فسل ربك بإخلاص وصدق وقل يا ربي وفقني للإقلاع عن التدخين، يا رب اصرف عني هذه الآية، واعلم أن أوقات ومواضع الإجابة ينبغي أن يحرص عليها المسلم. في صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقبل أن يستجاب لكم. الوسيلة الثانية ابتعد عن المدخنين والمجالس التي يدخن فيها لئلا تشم رائحة السجائر مرة أخرى، فربما شدك الحنين إليها ورجعت إلى الإثم والمعصية. فالصاحب ساحر إما إلى المناقب وإما إلى المثالب والمعاطف. وقد مر معنا قبل أسبوعين حديث النبي صلى الله عليه وسلم: الرجل على دين خليله، وفي لفظ: المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. فاجتنب صحبة المدخنين وعوضهم بأصحاب خيرين يذكرونك إذا غفلت وينبهونك إذا نسيت ويعلمونك إذا جهلت. الوسيلة الثالثة أيها الفاضل لتقلع عن التدخين بإذن رب العالمين جل وعلا: تذكر خطورته وأنه مهلك لنفس البشرية، متلف للمال، وأنك مسؤول عن جسمك، مسؤول عن صحتك، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، كما عند البخاري من حديث ابن عباس من كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذه الصحة ستسأل عنها، وتلك الأموال ستسأل عنها، فماذا عساك تقول لربك تبارك وتعالى وقد سئلت عن التدخين المحرم إذا لم تقلع عنه؟ أيها المدخن المبتلى، الفرصة مواتية والمناسبة سانحة، وأرجو ألا تكون كلماتي كلمات تخرج من الفم لتصل إلى الآذان فحسب، بل إني والله لأرجو أن تخرج من قلب سليم لتصل إلى القلوب السليمة. وإني أدعو لك أيها المدخن الآن وأنا أنتظر بشارتك لأهلك وبشارتك لأحبابك وبشارتك لناصحيك وإخوانك بالإقلاع عن التدخين. إني أدعو لك وأسأل الله أن يتقبل، فأقول: اللهم وفق هؤلاء المسلمين للإقلاع عن التدخين، اللهم اصرف عنهم هذا البلاء، اللهم اصرف عنهم هذه الآفة، اللهم باعد بينهم وبينها يا رب العالمين. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. اللهم اجعل بلدنا الجزائر آمنا مطمئنا، سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا، اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرار الناس، اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرار الناس. اللهم اكرمنا واسترنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض. اللهم بارك للمتصدقين في صدقاتهم واجزهم خير الجزاء. اللهم اجعل اموالهم مما يثقل موازين حسناتهم يوم يلقونك يا رب العالمين. اللهم اجزنا عن الاحسان احسانا وعن السيئات عفوا وغفرانا. تم الكلام وربنا محمود وله المكارم والجلى وله المكارم والهدى والعود. وعلى النبي محمد صلواته ما ناح قمري وأغرق عود. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.